تقولي احنا ما عندناش هنا باش سميتو، ما عندناش امكانيات سير ردوها لصويره ولا شي حاجه، شوف واش توصل لصويره ولا ما توصلش. هي مسكينه واحد السيده جايه بات تموت ولا شي حد عندها شي عقرب ولا شي حاجه، ديما كيقول لي ما كاينش ديك الشوكه ولا ما كاينش مشكله صافي. نعم ولكن قليله ماشي السياره ديال الاسعاف كاينه، ولكن خصك يقول لك هذا يتخلص تاع جي هنا، يقول لك لما خلصتيه 3000 2400 لما خلصتيها ما حتى شي واحد ما يتسوق حتى شي واحد. 2400 كيشدوا عندنا و 3030 درهم تعطيها للشيفور، 3000 ريال و 30 درهم تعطيها للشيفور زادوها. مشكلة صافي هادشي اللي كاين راه ما شاء الله. هاد المستوصف، هاد المستوصف اخويا ديال عقرمود خصو الطبيب يكون على طول العام، يعني الناس كيجيو كيشوفوا الطبيب وما كيلقاوش، خصو الدواء بالمجان ما كيتعطاش، كيجي الدواء من وزاره الصحه وما كيتعطاش للناس الضعفاء. اين فين كيمشي هذا الدواء؟ هذا الناس هنا عندهم الهشاشه، عندهم الفقر، يعني محتاجين للدواء. لا المولده كاينه، كتكون المولده كاينه، يمكن المولده يعني، ولكن في الحاله يعني الحالات اللي المستعصيه كتضطر هذيك، يعني هذيك اللي غتولد، المراه اللي غتولد كتضطر باش انها تمشي للمستشفيات للصويره للدكتور، حيت الدكتور هو اللي خصو الا كانت حاله مستعصيه خص الدكتور اللي يدخل. هاد المستشفى فيه شي معدات، فيه شي حاجه اللي خويا المعدات ما كايناش، المعدات ما كاين، لا لا كاين ما لا تلفازه، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه فيه المعدات، المعدات يعني بسيطه، يعني دي مويان يعني باش سبيطار خاوي، يعني وسائل اخويا، وسائل بلاتي، كاينه الوسائل الطبيه ضعيفه، كاين غير ميزان الحراره وكاين هذاك الشيء، ما كاين حتى شي حاجه، يعني اللي كنقولوا حنايا شي راديو او لا شي حاجه ما كايناش.